السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني على قناتكم هورور بلاير. في هذه الحلقة الجديدة عندنا شرح طريقة تحميل وتثبيت لعبة هيتمان 2 النسخة الجديدة 2018. فهذه طبعا النسخة تابعة للجزء السابق للعبة هيتمان أساسينز، لكن في هذه النسخة قد تم إضافة مهمات جديدة داخل اللعبة وأيضا طور الأونلاين في اللعبة، لكن الأونلاين أظنه يشتغل فقط في النسخة الأصلية وليست المكركة، لكن أنتم قوموا بالتجربة قد يشتغل معكم الأونلاين بدون أي مشاكل، وإذا وجدت طريقة سوف أرفعها على القناة بإذن الله. وأيضا هذه اللعبة بها جرافيكس قوي، لهذا يجب أن يكون عندكم مواصفات قوية لتشغيل اللعبة بدون أي مشاكل. ولكن قبل بداية الشرح، إذا اشتركت في القناة عزيزي المشاهد فرجاء لا تنسى تفعيل زر جرس التنبيهات لكي تتوصل بجديد القناة، فهذا فضلا وليس أمرا. والآن دعونا نذهب إلى الموضوع. تقومون أولا بتحميل هذا الملف، سوف تجدون جميع هذه الروابط أسفل الفيديو في الوصف أو ديسكريبشن أو عبر المدونة الخاصة بنا. كالعادة سوف تجدون رابط المدونة أسفل الفيديو. بعد ذلك تقومون بالبحث عن لعبة هيتمان 2 النسخة الجديدة 2018، وبعد ذلك سوف يوجهكم إلى هاته التدوين كما ترون. سوف تجدون معلومات عن اللعبة وأيضا حجم اللعبة 37 جيجا بايت، وأيضا سوف تجدون متطلبات تشغيل اللعبة، الحد الأدنى والحد الأقصى. فكما ترون متطلبات الخاصة باللعبة قوية جدا، لهذا يجب أن يكون عندكم حاسوب قوي لتشغيل اللعبة بدون لاغ وبدون أي مشاكل. وأيضا سوف تجدون صور من داخل اللعبة لهذه النسخة، كما ترون جرافيكس قوي رائع جدا كما ترون. وسوف تجدون شرح طريقة تحميل اللعبة، وأيضا سوف تجدون أربعة روابط، سوف أقوم بإضافة رابط آخر لكي لا تواجهون أي مشكلة في التحميل، فكل الروابط شغالة بدون أي مشاكل. بعد الانتهاء من تحميل الملف يأتيكم ملف على هذا الشكل مضغوط بالوينرار، تقومون باستخراج الملف، فحجم الملف صغير جدا. بعد ذلك يأتيكم ملف على هذا الشكل، تقومون بالضغط عليه مرتين ثم مرة أخرى، ثم سوف تجدون ثلاثة ملفات، تقومون بالذهاب إلى الملف الأخير وسوف تجدون روابط لتحميل اللعبة مقسمة إلى ثمانية أقسام كما ترون. كل ملف حجمه حوالي 4 جيجا بايت، فقط الملف الأخير حجمه حوالي 1 جيجا بايت. فهناك ثلاثة سيرفرات لتحميل الملفات، تقومون باختيار أي سيرفر لتحميل الملفات، مثلا تقومون باختيار هذا السيرفر، تقومون بتحميل الملفات، فقط تقومون بنسخ الملف على هذا الشكل، وتقومون بالذهاب إلى رابط التحميل وتقومون بتحميل الملف، فالروابط كلها شغالة بدون أي مشاكل. بعد الانتهاء من تحميل الملفات تأتيكم ملفات مضغوطة بالوينرار، ثمانية ملفات كما رأيتم، ثم تقومون باستخراج الملفات. بعد الاستخراج الملفات تقومون بتسطيب اللعبة، فهذا سهل جدا. بعد الانتهاء من تسطيب اللعبة تقومون بتحميل ملف الكراك، سوف تجدون الرابط هنا، تقومون بالضغط ثم تقومون بنسخ هذا الرابط كوبي، وتقومون بتحميل الملف. حجم الكراك صغير جدا كما ترون، حجم الملف 134 ميجا بايت. تقومون بعد ذلك باستخراج الملف الخاص بالكراك، ثم يأتيكم ملف على هذا الشكل، تقومون بالضغط عليه مرتين ثم مرة أخرى، ثم سوف تجدون الملفات الخاصة بالكراك. بعد ذلك تقومون بنسخ جميع هذه الملفات كوبي، ثم تقومون بالذهاب إلى الملفات الخاصة باللعبة بعد تسطيبها، وتقومون بنسخ هذه الملفات واستبدالها بالملفات الأصلية الخاصة باللعبة. تقومون بالضغط على روم بلاس أو استبدال الملفات. بعد نسخ الملفات الخاصة بالكراك تقومون بفتح اللعبة من الأيقونة الخاصة بها كمسؤول، وسوف تشتغل معكم بدون أي مشاكل. فأنا ليست لدي اللعبة مثبتة أو لم أقم بتحميلها لأن المساحة لا تتوفر لدي لتحميل اللعبة في القرص، ولكن أنتم سوف تشتغل معكم بدون أي مشاكل لأن الموقع الذي حملت منه اللعبة موقع صادق، وقد حملت منه الكثير من الألعاب من قبل واشتغلت معي بدون أي مشاكل. وهكذا قد أنهينا الشرح، وإذا واجهتم مشكلة في اللعبة ضعوها في التعليقات أو راسلوني
عبر صفحة الفيسبوك، وسوف أقوم بحلكم المشكلة بإذن الله. وملاحظة إخواني، أردت أن أذكركم قبل نهاية الشرح بأنه قد تم تفعيل خاصية المنتدى على القناة الخاصة بي، لهذا إذا أردتم التواصل معي فضعوا تعليقاتكم في المنتدى الخاص بي اليوتيوب. وأيضا سوف تجدون كل جديد سوف أقوم بإضافته في المنتدى لكي نكون على تواصل مع بعضنا البعض. وهكذا قد أنهينا الشرح، وفي الأخير لا تنسوا الضغط على لايك أو ديزلايك، فهذا يعبر رأيكم في الأخير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو، ودمتم في أمان الله.